الشرطة يلي مناوبين على الباب في معهم خبر، راح يتركوا الباب مفتوح بعد شوي لتقدروا تمروا. طبعا هدول الجماعة عاملين لهم مراكز مراقبة جوا، لازم ما حدا يشوفكن وانتو فايتين. يلا يا شباب. وانتو يلا على السيارة. ليكي هي مجموعة. يلا لك. معكم سيجارة؟ هلا رح تعطونا سيجارة ولا لا؟ بس نحن سجايرنا غالية. قد ما بدك منعطيك. إذا رفيقتك كمان بتدخن خليها تجي. عندي رفقاتي بيعطوها. باتجاه الساعة 12 قدام الخيمة الثانية في اثنين رجال قاعدين مسلحين، سيطروا عليهم وحققوا معهم. عيني يا عيني يا عيني. مرحبا. تم تحديد الهدف. حول انتبهوا منيح، البنات بالأول وانتوا رح تكنسوا. ممنوع تقربوا لهون. نحن جايين لهون ليشوف محمود. انتظروا شوي، خليكن هون.
تقدري تفوتي. انت خليكي. خير شو بدك؟ كل عيلتي ماتوا وأنا بدي حارب. مع مين رح تحاربي؟ الدولة ولا المنظمة؟ أنا حابة أحكي معك لحالنا لو سمحت. يا عيني. إيه؟ شو علي؟ منحكي بالغرفة الثانية. انتظروا على الباب. Ugh!
اهلا وسهلا اشرف. مبروك المنصب تبعكم. شكرا لك. باي محل بتحب تشتغل معنا؟ اذا بتسمحوا لي انا حابب اني انسحب لورا وافتح المجال قدام زملاء بيقدروا يقوموا بشغلي. انا حاليا بدي اياك انك تستمر بالشغل تبعك، وبس يجي الوقت المناسب بترتاح، لانه نحن هلا عم نمر بمرحله حرجه كتير. مثل ما بتأمروا. انا دققت بملفاتي اللي كان قبلي، وكنت عم دور تحديدا على ملف المجموعه الامنيه الاقليميه، وحسب ما فهمت من الاوراق انت افضل واحد بيعرف بالتفاصيل كلها. نعم سيدي. كيف فينا نقدر نتصل بهاي المجموعه الجديده؟ ما عم بعرف شو هي الطريقه، كانه هذا الجزء ناقص من الملف اللي معي. الاتصال فيهم عم يكون الكتروني، في عنا نظام مشفر لهذا الشيء، والشفره عند مراد علمدار. بس ما في بالملف اي شيء عن مراد علمدار. سيدي اللي قبلكم خبرني بشكل شفهي قبل ما يموت انه هدول الشباب حيكونوا مرتبطين مع مراد علمدار، وانا لهيك اعطيته الشفره. انا هلا عم فكر بطريقه تانية. وظيفة مراد علمدار هلا بغير اتجاه، هاي المجموعة رح ترتبط معي مباشرة. نحن لازم نجدد النظام ونغير الشفرة كمان. سيدي الشفرة موجودة حاليا بس عند مراد علمدار، إذا بتأمروني أنا بروح بحكي معه بهالشي. لا ما في داعي، أنا بحكي معه. مدام رح تاكلي لحالك؟ مشان كمل حط الصفرة. لا رح ناكل كلنا، مدي الصفرة. شو نهاد ما طلع من غرفته؟ لا ما طلع مدام. اشتاق لك، إذا كنتي فاضي مشان نتعشى سوا. بنتي انت من الصبح ما اكلتي شيء. عم اقول لك اتركيني، انا ما بدي اكل. كنتي مرتاحة ما رح تقدري تعملي شيء، لازم تكوني مرتاحة ومبسوطة. أنا ما فيني يكون هيك. حاجة تظلمي حالك، كأنك مالي ما هيك؟ نتعشى سوا ورح خليكي ترتاحي. بس ما بدي نتعشى برا، مشان العالم نتعشى عندك. أمرق أخدك؟ لا ما في داعي، بجي لحالي. طيب يا أمر بانتظارك. عزيز جاييني ضيف، حضروا لي العشاء. تحت امرك سيدي. ما
بدي اتشكركم كلكم. المهمة يلي كلفتكم فيها تمت بنجاح. مراد علمدار، هلا صار دورك مثل ما وعدتنا. قلت انك رح تجاوب على كل اسئلتنا بعد العملية. نحن امتى رح نلتقي بالرئيس؟ بكرة رح يجي الزلمة يلي اختاركم ورح يجاوب على كل اسئلتكم، واي معلومات تانية بدكن اياها رح تاخدوها منه. هذا عم يضحك علينا. شبك انت؟ صحت لك فرصة تعمل عملية مع مراد علمدار؟ استمتع فيها؟ انا ما اجيت لهون لاستمتع. شو يا زملاء؟ انتو شو رأيكم؟ قال انه رح يجي بكرة. إذا ما اجى بكرة ساعتها بنتحرك. أنا تعبت كتير اليوم. انتو كملوا حكي على كيفكم، أنا حاجتي. رايحة أنا. شيء جديد بالنسبة لمتى؟ فرحتي لي قلبي. عقبال ما يفرح قلبي أنا كمان. أنت ما عم تسمحي لي إني أسعدك. شو رأيك نشرب لنا كاس قبل الأكل؟ رح أشرب مع إنه صار لي زمان ما شربت. طبعاً. كاس يلي نطرت ربع قرن. كاسك. قلت لي ربع قرن وعلى شو نطرت كل هالوقت؟ لو بشرح لك بدي 25 سنة. عم بسمعك. عرقان شوي. تعال شوي. شو كيفك؟ كيف الأخبار؟ ماشي الحال، وأنت؟ منيح. شو وين رفيقتك نايمة؟ راحت لعند أمها كم يوم. أها، بدي غسل إيدي ووشي، وين الحمام؟ من هون تحت. جوعان شي؟ باكل شي خفيف، لا تعذبي حالك. Thank you.
لك بيت؟ لا لا تعزبي حالك هلا، هدول بكفوني. في شي خبز؟ رح جيب لك. شكلك ما عملت وكالة مشان دعوة الطلاق. اتصلت فيني المحامي. ما صح لي وقت. كيف وضع أنجي؟ منيحة، بتواصل دائما مع طبيبة. ما عم تروح تزورها؟ ليلى ما عندي وقت لهيك شي، وأنجي بالذات لا. شو خطر على بالك هاي السيرة؟ مراد، مشانك ومشان أنجي ومشاني صار لازم تنهي هذا الشي بأقصى سرعة. ايه معك حق، حينهي أول ما يصح لي وقت. اللي في شي جديد بموضوع ميماتي؟ عم ندور. إذا بتحب بجيب لك تياب تلبسها إذا عرقان. لا ما في داعي. استدعيت أركان وما أجا. ليش؟ لقيتي شي عليه؟ استدعيت يلي كانوا وقت ما ترعد للشهادة، بس اتضايقت لأنه ما أجا. ما أنهم متعودين حدا يستجوبهم. أنا هيك توقعت، لازم ما حدا يتضايق ويفهموا أنه بالبلد في قضاء. هذا متى إيمار رجاله وسخين، لا تضغطي كتير. هلأ أنا خفت. شبكي ليش بتعكر مزاجك؟ لا ما باني شي. لا تكوني تضايقتي لأني جيت. لا طبعا انبسطت كتير. طالما هيك ليش ما عملتي لي كاسة شاي؟ هلأ بجيب لك. ما شفتك عم تضحك من فترة، يا ترى شو السبب يلي عم يخليك تضحك؟ لأني أنا بغار عليك؟ لا ما في داعي تغاري، لأنه إذا ضحكت فكر مال خاطرك، بس قلبي لهلا عم يبكي. شو صار بالشاي؟ رح جيبه. ما رح اتركك مرة تانية ابدا، من هلا ورايح رح نكون دائما مع بعض. وأنا كمان ما رح أتركك متى، بس طبعا ما رح أسمح لمرة تانية بحياتك. ما رح يكون في مرة تانية غيرك. سنة ما مليت تعيد نفس الحكي لكل مرة. ما كنت بعرف انك رح تكون وضيع لهالدرجة. الشي الوحيد اللي انت احسن فيه بالحياة هو النسوان. انت بتعرف انا مين بكون؟ منيح، معناتها اكيد بتعرف اني رح اقتلك. هلأ بفهم كتير منيح ليش شريكي ما تركك من 40 سنة، لأنك نمرة متوحشة.
هذا الكلب قدر يصورنا ثاني. يا حقير كان عم يحرقنا بيتنا. لك حط كاميرا جوا، كنتوا نايمين؟ وما بكفي هالشي يجي بكل وقاحة عندي يفوت على غرفة نومي. وصل الست نسرين على بيتها. أنا ما فيني روح على البيت. هذا الموضوع مس شرفي وأنا رح حله. هلا روح انتظريني مع عزيز بالسيارة. سيدي أعطيني فرصة. شرف الإنسان بيتوسخ مرة واحدة، ما في مرة تانية. يعني ما في بالمنظمة قناصين؟ أخي أنت بتعرف أكتر مني بهالقصة. شو له شغل القناص باسطنبول؟ يا ابني بعرف هالشي، وبعرف كمان رصاصة اللي انضرب علي. مين اللي ضرب علي رصاصتك؟ معلم المنظمة عم تسعى لتتعايش مع الناس، ما رح تصطاد الناس مثل العصافير. طيب مثلا حدا مجهول ممكن جاي من برات البلد؟ سألت منيح بهذا الاتجاه؟ ما في حدا معروف اجا بهالفترة هي، يمكن من الدولة العميقة. سألت عن هذا الموضوع؟ حاجة تتفلسف علي، خلصني بقى. هلا كل شي ما عرفته من وراه بتلزقوه بالدولة العميقة؟ يلا حل أمرك. مين المسؤول عنكم بهاي المنطقة؟ مين عم يعمل عمليات هون؟ أنا. وهلأ صرت عاجز. مين يلي رح ياخد مكانك بشغلة الوسخ؟ وينو؟ يلي قتل قريبك بإيدي. بدي تعطيني يا لهالسافل. راح تاخده. رجعت روح حط لي هذا الكلب بالكيس وحطه بصندوق السيارة. يلا أنا لحقك. عمان وينو الكلب؟ راح نجمع وجاهة من جماعتك ونجمعهم لحتى يتفقوا مع جماعة ذو الفقر. أرجوك ما تشترط علي مقابل تعطيني هذا الندل. طالما هنن قتلوا قرايبك منشان ما يصير هذا الاجتماع، فنحن منشان نعاقب المجرم على اللي عمله لازم نعمل الاجتماع. هلا بيقولوا قرايبي بيكون رد رجع الدنيا مرة تانية. إذا دمه مهدور فبأي دم بده يرجع؟ معك حق. أنت بتعرف شي عن هذا اللي بيسموه تقمص؟ بعرف، بس أبي بيعرف أكتر مني. عم تحكي جد؟ أنا ما بحب الموت عالم دار. أنا بحب القتل. عمران خذ نجدة لتحت لعند عبد الحي قبل ما يأتي الزلمة. حاضر معلم. شو كنت عم تقول؟ عم قال لك أبي بيعرف. ايه بعرف ابوك شو راح يقول لي. انه يا ترى قمت بواجبي على اكمل وجه باول مره اجيت على الدنيا مشان فكر بالمره الثانيه؟ لا ما قمت فيه مشان هذا الشيء. بدي ارجع مره ثانيه. اذا رجعت مره ثانيه فشو مفكر تعمل شيء جديد؟ هات لشو. انا حابب كون جاك قوسته. هلا ما قدرت، بدي اصير مثله. انت شو برايك؟ انا ما بحب الموت، مشان هيك بدي سر الخلود.
شو حكى شي؟ لا معلم، ما بيعرف مين رئيسه، وهو مهمته كانت انه يقتل الزلمة. انا رح اقوم باللازم وخليه يعترف، واذا ردعش مرة تانية ما حيلاقي خرم ابني يتخبى فيه. أعطيتونا أمل إنه راح تروح المنظمة، وفجأة كل هالناس ماتت والمنظمة بعدها موجودة. نحن بعدنا على وعودنا، أمريكا وأوروبا انسحبوا. طالما بتعرفوا سفارتهم ليش وثقتوا فيهم وعطيتونا وعود؟ نحن ما حاربناها لأنه واثقين بأمريكا، حاربناها لأنه واثقين بتركيا. أمريكا بتعمل كل شيء كرمال أمن سكانها، ليش أنتوا ما بتعملوا شيء كرمال أمن المواطنين؟ نحن ما قلنا إنه الشغلة حتكون سهلة، الشغلة كتير معقدة، وكل يوم رح بيموت ناس كتير ما دام في منظمة. بس هلأ مو وقت إنكم تستسلموا، لازم تصبروا. أرباحنا عم تتعب، وإنتوا عندكم أغلاط. مع كل شي صار معكم ما عم تتوحدوا. كلن ما بدن يحالفونا، كلن بدن يكونوا ضدنا. أنت بتعرف هالكتل مع مين بتتوحد؟ أنتوا جماعتكم كونوا متحدين مع بعض، ومنعوا الحكي ضد باقي المجموعات وبكفي. مراد على مدار رح يجمع كل الجماعات تبعكن مع بعض ويخليكن تتفقوا، وضمانة هالشي رح يكون مراد على مدار. تركيا عندك؟ فاقت امي لسا؟ لا ما شفتها. شو قررتي اخيرا تطلعي من غرفتك يا خانو؟ ما دخلك فيني. وين امي؟ شو ما فاقت لهلا؟ خير امي خير؟ وين كنتي من عند الصبح؟ والله حضراتكم ما عم تطلعوا من غرفكم. طلعت شم شوية هوا. بهدول التياب؟ ليش شو بهون تيابي؟ انت مبارح رحتي على شي مطرح؟ ايه رحت، تعشيت انا ومتى. امي بيصير هذا الشي؟ من كم يوم لسه مات زوجي؟ معقول تتعشي ببيت واحد عزابي؟ عطيتكم عمري كله ما بيكفي؟ هلأ جايين تحاسبوني؟ لو نزلت وتعشيتوا معي ما كنت رحت. يعني قضيتي الليلة معه؟ حاجة سخافة، أصلاً راسي عم يجعني. ليش فجأة بطلتي تحكي معنا؟ لا تبطل تكون قليل أدب. أمي بنتك عملت غلط ودفعت الثمن، أوعيك تعملي شي غلط وإلا رح أدفعك الثمن.
اهدوا يا شباب. لك ليش واقفين هيك؟ سيدي أكيد متى رح ينتقم منا؟ أكيد ما عاد رح يقدر يتطلع بمرأة لوقت طويل كتير. لا تاكلوا هم. معلم نسرين شاكر أكيد ما رح تتركنا. رح تنجبر تتزوج من هالفاشل متى؟ وما رح تقدر تعمل شيء. سيدي جايين من العدلية. خير يا شباب شو في؟ سيدي الأستاذة ليلى مستدعي أركان من شان إفادته، ولأنه ما إجا فطلبت مني جيبه موجودة. ومن إمتى المدعي العام بيسترجي يتطاول علي ويطلب إفادة رجالي؟ على الأغلب أنا طولت بأمريكا ويمكن نسيوني. روح أنت وأنا رح روح شوف الأستاذة. سيدي لا تحطني بموقف صعب، الأستاذة بتنهي لي شغلي. طيب طيب يلا لكان خلينا نروح. تفضلوا يا شباب. الجماعة عندي تمام، وافقوا أخيرا إنك تكون كفيلهم، بس برأيهم إنك ما رح تقدر تقنع البقية. رح أقنعهم، ما في عنا حل تاني. إذا ما حلينا هاي المشكلة ما عاد فينا نرتاح لا هلا ولا حتى بعدين. معك حق، الدول الكبرى بتطلع لهيك قضية من ناحية استراتيجية مو أكتر من هيك، بس نحنا ما منشوف قضية استراتيجية وبس، منشوف الناحية الإنسانية كمان. المشكلة إنه أنتوا حسبتوها غلط، لأنكم من زمان كتير كنتوا مقصرين باتجاه الشيء اللي صار، أما جيتوا هلأ أو قررتوا تعودوا كل شيء. ما كنا متوقعين توصل الأمور لهالدرجة هي. الناس وقت اللي شافوا موقفنا قووا قلبهم وصمدوا واندفعوا يعبروا عن حالهم بكل قوتهم، ومن وراء هذا الشيء اللي صار نحن عم ندفع الثمن. هلأ نحن ما لازم نغلط، الجماعة ما رح يجوا على الاجتماع من دونك. راح أجي بشوفك إن شاء الله بالاجتماع. معلم ليش نحن فتنا بهي القصة قبل ما نحل قصة ميماتي؟ عبد الحي مو نحن يلي فتنا، هنن يلي فوتونا. معناتها مؤامرة مشان ما ننتقم لرفيقنا. معقول حتى يعملوا مؤامرة علينا بموتوا كل هالعالم؟ شو صاير لك انت؟ عبد الحي قصة ميماتي أكبر من المنظمة وأكبر دليل سم السيانيد. أنا متأكد من شغلي، إني ولا مرة بحياتي تهربت من إني أخذ بالتار لأي حدا بحبه. إن شاء الله الله بيطول بعمري وما موت قبل ما أقدر أخذ بتار ميماتي بإيدي أنا.